السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بتكلم لكم عن توزيعة باك تراك. الباك تراك هي توزيعة دائم انطلبت كثير، تجاهلتها نظرا لأنه في ناس بتستخدم التوزيعة بطريقة غير شرعية. أنا ما لي دخل استخدمتها بطريقة شرعية وغير شرعية، هذا الموضوع إذا رجع لكن راح أعلمكم شلون نركب التوزيعة. نظرا لأن كثرت الطلبات مؤخرا، أنا كنت متجاهل التوزيعة ما بيتكلم عنها، لكن كثرت الطلبات وأنا أساسا فاتح القناة هذه علشان أفيدكم مو علشان أسكت عن طلباتكم. لذلك أبتكلم لكم عن تركيب الباك تراك. الباك تراك نبذة سريعة مبنية على الأبونتو، يعني استخدامها سهل، برامج الأبونتو تركب على الباك تراك. الباك تراك هي أبونتو أساسا يعني، بس أضافوا عليه أدوات خاصة بالشبكات. التعريف العام للباك تراك انه توزيعة خاصة بالحماية والشبكات، لذلك دائم مرتبط اسم الباك تراك مع الهاكرز. الباك تراك ما له علاقة بالهاكرز، يعني معليش يعني ما راح تصير هاكر اقصد لما تركب الباك تراك، مجرد نظام راح تفرج على ادوات ما تدري وش هي. عن نفسي انا كثير تفرجت على ادوات ما ادري وش هي صراحة، لاني انا ما لي علاقه بالباك تراك. بالنسبه لاستخدام شخصي، استخدمته قبل فتره طويله مده ساعه ونص وحذفته، ما عجبته. الباك تراك مفيد لك اذا كنت تتعامل مع الشبكات بشكل كثير، راح اتعلمه انا معكم ان شاء الله وراح نتطرق له بشكل مفصل اذا في وقت للموضوع هذا وشفت انه في ناس تبي تتعلم عن الباك تراك. ما راح نتعلم هاكر، راح نتعلم على ادوات الباك تراك. وافهم يا فهيم. بالنسبه للهاكرز ما راح تصيرون هاكر زي ما قلت لكم، مجرد راح توزيع راح تثبتونه فقط لا غير. التوزيع عجب انباه انه يعني من الاخر جاي جاهز مع كل شيء، يعني ما تحتاج انك تثبت الادوات، هذا الحلو به. لكن اللي مو بحلو به انا قريت عنه انه الباك تراك خطره على الاستخدام الشخصي، ما ادري صراحه، لانه شيء طبيعي مليان ادوات شبكات راح تكون مليانه ثغرات، تمام؟ لذلك حاول انك ما تستخدم استخدام شخصي، حاول ان تقلع من الفيرتشوال بوكس او يعني تكون نظام وهمي، او استخدام عن طريق اللايف سي دي. ممكن تستخدم عن طريق لايف سي دي بالراحه. هذا بالنسبة للاستخدام. اما بالنسبة للنصيحة قبل ما انك تركب الباك تراك، فكر زين انت وش تبي بالباك تراك. اذا مالك بحاجة لا تركبه، او اذا كنت حاب تجرب وتشوف ما عندك مشكلة. اذا حاب تتعلم الهاكر وتصير هاكر ما راح تتعلم مع الباك تراك، راح تحتاج اساسيات كثيرة وبالنهاية راح تكتشف ان الباك تراك ما تصلح لك. اما النصيحة الاخيرة انه لما تحاول انك تدخل شغلة معينة وتخترق شغلة معينة، تأكد انك وانت تخترق انت كمبيوترك بأضعف حالاته. لما تفتح بوابة بمكان معين تبي تدخل من عنده، البوابة هذه مفتوحة راح تدخلون من عندها. انتبه لا تستخدم استخدام شخصي. خلكم معي، راح نحمل التوزيعة، راح نثبت على الكمبيوتر، وراح نضيف مستخدم، راح نشوف شو الموضوع. المشكلة بالباك تراك انه بالبداية تحتاج الى سطر الاوامر عشان تثبته، والباقي كله بواجهة رسومية. خلكم معي. اوكي، من وين نجيب الباك تراك البداية؟ الباك تراك ندخل على موقع الباك تراك مثل ما انتم شايفين، هذا الموقع الباك تراك. تضغط على داونلودز، راح يجيك هنا تسجيل او بدون تسجيل. تضغط على داونلود، اختر النوع اللي تبي. طبعا حملت هذه اللي R3. اختر سطح المكتب اللي تبي، جنوم او KDE. اختر نوع المعالج 3064. اختر هل انت بتركبه على في ام وير او على ايزو، يعني على كمبيوتر هتركبه. اختر هل تبي تحميل مباشر او تورنت، واضغط كليك داونلود. طبعا هذا ال MD5 صم اللي حاب يتاكد من التحميل. طنشهم شوي كانك ما شفت شيء، اضغط على كونتينيو وانسى الموضوع، مع انه كونتينيو ما له فايده. اوكي، اضغط على سيف فايل واحفظ الملف اللي هو ملف التوزيعه. اوكي، بعد ما اننا نجيب الموضوع هذا او نضبط موضوع التوزيعه ونحمله، ممكن اننا نفتح التوزيعه عن طريق سي دي او عن طريق يو اس بي، انت حر. راح يجيك الشاشه هذه، اضغط على انتر. طبعا هذا الاقلاع من اليو اس بي او من السي دي. مثل ما شايف في خيارات، تختار اول خيار عشان تنصيب التوزيعه. المشكلة عند البعض انه خلاص اذا وصل الشاشة هذه ما يعرف تخطاه. الباك تراك مسوين يوزر لايف، اللي عليك بس تدخله عن طريق اللي هو امر واحد اللي ستارت اكس وخلاص. آه.
اللي يحب الشاهي يعطين لايك. All right. لما توصل الشاشة هذه اللي مكتوبة تحت root bt اكتب start x start x وضغط انتر. طال تشغل معك الواجهة الرسمية الحين. اوكي راح يجيك سطح مكتب جنوم. طبعا هذا اول شيء يعجبهم بالتوزيع سطح المكتب والخلفية حقتهم ها. لان صراحة جنوم هذا شيء حلو جدا اللي هي جنوم 2 مو جنوم 3. من هنا اضغط على هذا واضغط على open. اوكي تلاحظون برضو انه برضو هذا الثيم حق بونتي يعني معليش التوزيع هذا ما اقتنعت به لكن اوكي راح نعلم بعض شلون نستخدمه. فورورد وبعدين تصبر لك شوي لين يفتح. سيتنج اب ذا كلوك ضبط الساعة. اذا كنت جابك سلك الشبكة راح يدخل معك الموضوع تحصل انه ضبط لك التوقيت لكن احيانا يطريله ما يضبط. اوكي زي ما انتم شايفين ايجا سعودي ارابيا فورورد يعني اضغط على اي مكان بالخريطة هذه راح تحدد يعني التوقيت حقك. اوكي بالنسبة للكيبورد اتركها زي ما هي عليه ما عدا اذا كنت تستخدم كيبورد غير الكيبورد الافتراضية اللي هي تخطيط الولايات المتحدة الامريكية. لا يوجعك راسك اضغط فورورد وخلاص. نجي لموضوع الهارد ديسك درايف. مليت وانا اشرح الهارد ديسك صراحة. حطيت لكم تحت رابط فيه تحت خاص بالفيدورا فيه نقطة معينة خاصة بالهارد ديسك حطيت لكم التوقيت حقه روحوا له. انا راح استخدم اللي هو بستخدم الهارد ديسك كامل لكن لو حبيت استخدم تخصيص مخصص عشان ما اضيع وقتكم بس في موجود تحت رابط يتكلم عن تقسيم الهارد ديسك بشكل مفصل. اوكي زي ما انتم شايفين اوكي كونتينيو لان البارتيشنز عندي شوي صغيره والتوزيع اعتقد تتطلب اكثر من 8 ميجا للروت فانا راح اجرب راح اسوي فورورد اذا ركبت تمام ما ركبت شكرا الله انستول. اوكي راح تنتظر لحد ما انه يخلص تثبيت التوزيع. اوكي صراحة اخذت وقت طويل بالتحميل طبعا ما الوم التوزيع لان بصراحة حجم الايزو 3 جيجا وشوي والتوزيع ما كفاه 8 جيجا بالهارد ديسك بالمناسبة لذلك اضطريت اني ازيد حجم المساحة من 8 جيجا الى يعني ما ادري عموما مكتبون لكم قبل كم تحتاج. اوكي طبعا يكون على الفيرتشوال بوكس الفيرتشوال مشين مغزوز اوكي يقول لك سيستمز جوينج تو ريبوت ناو يفترض انك بالنقطه هذه تطلع السي دي او فلاش ميموري تفصله من الجهاز اذا كنت شابكه. اوكي طبعا هو تلقائيا انحذف او انفصل نضغط انتر الحين وراح يعيد التشغيل. اوكي الحين زي ما انتم شايفين ننتظر تخلص توزيعه. اوكي وصلنا لم الباك تراك لوجن بعد ما انك حمل التوزيع راح يشتغل معك تشتغل معك توزيع بالشكل هذا. الان راح يجيك اللوجن. اللوجن اللي عباره عن الدخول مثل ما انتم شايفين مكتوب لك تحت بي تي لوجن. راح تكتب روت راح اطلب منك الباسورد. الباسورد تور روت تور مثل ما مكتوب لك على الشاشه مجرد عكس. الان انت تحتاج الى انك تعدل الرقم السري اللي تبيه هذا اول شيء. الشيء الثاني تحتاج انك تضيف مستخدم غير مستخدم الروت علشان تستخدمه بالواجهه الرسوميه لان الواجهه الرسوميه يفترض انك ما تستخدم الروت به يعني حمايه فقط. اوكي بالنسبه لاستخدام او اضافه المستخدم موضوع بسيط تكتب اد يوزر عبد المجيد مثل ما انتم شايفين تكتب اد يوزر عبد المجيد طبعا ما تنفع موضوع اد يوزر ضغط انتر. الحين دخل الباسورد اللي تبي بالشكل هذا احنا اضفنا مستخدم اسمه عبد المجيب برقم سري. المواضيع هذه الجايه من الداعي is the information correct yes. اوكي احنا عندنا مستخدم اسمه عبد المجيب انتهينا من موضوع المستخدم هذا. نجي لموضوع ثاني مهم جدا لازم تغير الباسورد حق الروت. تكتب باس ود بالشكل هذا روت. الان راح اقول لك ادخل رقم السري للباسورد او للروت. اوكي انا بالشكل هذا الحين عندنا باسورد غيرنا للروت وغيرنا للمستخدم. ممكن نطلع نسوي اكزيت ندخل المستخدم الجديد. اوكي كل شيء تمام طبعا زي ما انتم شايفين بعض المعلومات الخاصه بالبتاع هذا. هل السودو متاح غير متاح؟ متاح لك السودو لذلك ممكن نستخدم سودو.
تكتب ستارت اكس عشان تبدا الواجهه معك. شايف يعني قاعد تواجه مشاكل بالواجهه. عن نفسي واجهت اول مشكله اللي هي البلاوي هذه، لذلك راح احذفه. اي مشكله تواجه، طبعا المشكله هذه بالواجهه فقط، ما راح تواجهها مشاكل ثانيه. خلونا نشوف التوزيع بسرعه، وش بالتوزيع وبهالشكل هذا نصير اليوم انتهينا من التوزيع وتثبيته. نروح على تطبيقات اكسسوريز، حاطين لك اللي ديسك يوزج انلايزر، محرر نصوص، هذا استخدام الهارد ديسك، هذا البحث عن الملفات، هذا تصوير الشاشه الطرفيه وطرفيه ثانيه متقدمه، وهذا ويبر كونف ما اعرفه. بالنسبه للباك تراك، هذه الادوات خاصه بالباك تراك، انفورميشن جاذرنج اللي هي تجميع المعلومات، نتورك انلايزز اللي هي تحليل الشبكه، راح احصل دي ان اس انلايزز زي ما انت شايف، اشياء كثير خاصه بالدي ان اس. هنا ايدنتيفاي لايف هوست زي ما انت شايف، ادوات كثير خاصه الى اخره. ويب ابلكيشنز زي ما انت شايف، هنا في ايضا اشياء خاصه بالويب ابلكيشنز، تطبيقات الانترنت. في هنا الداتابيس، ممكن تحصل هنا اشياء ثانيه مثل ماي اس كيو ال، ام اس كيو ال، اشياء كثيره صراحه خاصه بالشبكات، قد اعرفها وقد لا اعرفها لاني ما انا مختص بالشبكات. لكن هذه الادوات اللي جايه مع الباك تراك حتحصلها كلها بالمجلد هذا الخاص بالباك تراك. اما بقيه الاشياء مجرد ادوات تلقاها مع اي توزيع ثانيه ولا به اي غموض. بالنسبه للسيستم، هذه واجهه جنوم 2، لذلك اذا ما عندي خلفيه عن جنوم 2، انا حطيت تحت شرح سابقا عن ميت، واجهه ميت، واجهه ميت قريبه جدا للجنوم 2، او بلا صح هي الفرع من واجهه جنوم 2 اذا حاب تخصص. موضوع التخصيص بسيط جدا، كل عليك تضغط زر يمين وبعدين تشينج باك جراوند، راح تحصل اشياء موجوده من ضمنها الكومبز موجود اذا كنت معرف الشاشه يوجد افتراضيا، هذه سياسه اللينكس او جنوم سابقا كان الكومبز يجي معه. الى هنا انتهى الفيديو الخاص بحق اليوم، تعلمنا مع بعض تركيب الباك تراك والدخول الباك تراك بمستخدم جديد. مع السلامة، ما في أي شيء جديد. إذا أعجبك الفيديو تسوي سبسكرايب وتسوي لايك، وإذا ما أعجبك تسوي لم يعجبني وتطرح اقتراحك ليش ما أعجبك الفيديو. أي اقتراحات خاصة بالباك تراك حابين تعلمونه ترسلونه لي على الخاص أو تكتبون تحت هنا. غالبا اللي يكتب تحت يمكن أنسى، لذلك الأفضل ترسل لي على الخاص رسالة تقول له بتعلم الشغلة الفلانية بالباك تراك. انتهينا، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكان معكم عبد المجيب مع باك تراك.